معنا اتصال آخر. ماجد من الرياض، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. غفر الله لنا لك يا شيخ ومعدين هذا البرنامج. يا شيخ عندي سؤالين أنا. ارفع صوتك يا ماجد. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم حرق الملابس الذي يشك بها أنها فيها سحر؟ سؤال ماجد حفظكم الله يسأل عن ما حكم حرق الثياب التي فيها السحر. يا أخي الذي يحرق هو السحر إذا عثر عليه، نعم، فإنه يحرق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثياب فليس لها خاصية بهذا الأمر. نعم.